اول حاجه بالنسبه للرينال فيسيولوجي، احنا بنتكلم طبعا على جهاز الهيموداياليسيس. هو ساعات كتير قوي ناس تطلق عليه ارتفيشال كيدني، واحنا بنطلق عليه فعلا كلى صناعيه في احوال كتيره. فمهم جدا ان احنا نفهم الكليه الطبيعيه بتشتغل ازاي. الكليه الطبيعيه هي بيبقى فيها الوظيفه الاساسيه بتاعتها هي البالانس بتاع كل الالكترولايتس او البالانس بتاع كل الاملاح اللي موجوده في الجسم والميه، بحيث ان الجسم يشتغل في باقي اعضاء الجسم يشتغل بالوظيفه بتاعتها من غير ما يكون في عندها اي مشكله. الوظيفه دي بتتم عن طريق يعني وحدات كده موجوده اسمها نيفرونز موجوده داخل الكلى، والوحدات دي منتشره داخل الكلى بتبقى بيسكلي بتعمل انترفيس بتوين الدم اللي جاي من الارتريز، وفي عندنا وحده كده بنسميها النيفرون او الجزء اللي هو بنسميه رينال كورباسل، بتبقى فيها حاجه بنسميها البومان كابسول هنشوفها هنا بشكل اوضح. اللي بيحصل فيها الحقيقه انها بتعمل فلتريشن للدم بشكل يعني ممكن نقول عليه كده في الاول خالص شكل كده يعتبر فيري رف، او بشكل ما هواش في تدقيق في الاملاح اللي تبقى داخله. فبيحصل فلتريشن من الدم يدخل هنا في البومان كابسول، في الجزء اللي اسمه بومان كابسول دوت، بيبقى فيه عندنا كميه كبيره جدا من الميه وكميه كبيره جدا من الاملاح الطبيعيه وغير الطبيعيه بتدخل كلها مع بعض داخل البومان كابسول. احنا بنتكلم على الجزء اللي بيبقى فلتر او الجزء اللي هو بيخرج هنا في اول مرحله من مراحل الفلتريشن بنسميه الفلتريت، والفلتريت ده الحقيقه الفوليوم بتاعه بيبقى كبير جدا. يعني بنتكلم مثلا في اليوم الواحد كميه الفلتريت اللي بتتكون في الكلى بنتكلم على حوالي 180 لتر. من ال 180 لتر احنا اكشوري الجزء الطبيعي اللي بيطلع في اليورين او بيطلع في البول بيبقى حوالي 1% من النسبه دي. فمعنى كده ان في عندنا مراحل اخرى بيحصل فيها تدقيق في محتوى الفلتريت دوت، وبنشيل منه كميات من الميه ونشيل منه كميات من الاملاح اللي احنا محتاجينها، وبنحط عليه الاملاح التانيه اللي احنا ما نقدرش ان احنا نحصل عليها بالطريقه الطبيعيه، بحيث ان في الاخر يبقى المحتوى بتاع اليورين يوصل بالشكل اللي احنا عاوزينه. فاللي بيحصل فعليا ان احنا في الجزء اللي هو الوحده بتاعت النيفرون دي في عندنا البومان كابسول، بيبقى في عندنا حاجه اسمها البروكسيمال كونفلوتد تيوبيول، بعد كده بنخش في حاجه اسمها لوب اوف هنلي، وبعد كده في عندنا ديستال كونفلوتد تيوبيول. بيحصل في كل المراحل دي بيحصل حاجتين اساسيتين بعد ما نحصل مرحله الفلتريشن. في عندنا مرحله بنسميها ري ابزوربشن. الري ابزوربشن ده بيحصل بيحصل طبعا في التيوبس اللي هي اللي بيمشي فيها الفلتريت ديت، بيحصل ان في كميه كبيره جدا من الميه وكميه كبيره جدا من الاملاح المهمه، زي مثلا اللي بنتكلم على المينرالز الموجوده في الجسم مثلا زي الصوديوم زي البوتاسيوم زي الحاجات اللي زي كده، حاجات زي الجلوكوز، حاجات زي الامينو اسيدز اللي جت بس يعني باي ميستيك في الفلتريت، كلها بيعاد امتصاصها عشان دي حاجات مهمه بالنسبه للجسم. في بعض الاحيان بيبقى في بعض انواع المواد ما بتبقاش موجوده في الفلتريت بشكل كافي، فبيحصل حاجه اسمها يعني تيوبير سكريشن، يعني بمعنى ان احنا عندنا في مرحله اخرى بيحصل ان في عندنا بعض الاملاح بيعاد اضافتها للفلتريت، بحيث في الاخر خالص بيبقى كميه الفلتريت بعد ما حصل لها ري ابسوربشن وسكريشن بتبقى حوالي 1% من الكميه اللي حصل لها فلتريشن هنا. فاكشولي احنا بنتكلم على ان التكوين اليورين ما هواش بس مجرد فلتر، لا ده احنا عملنا فلتر وبعد كده عملنا سيلكتيف ري ابسوربشن، يعني اعدنا امتصاص بعض الحاجات المهمه واعدنا سكريشن، عملنا سكريشن او اعدنا اضافه بعض المواد اللي هي المفروض ان هي ضاره عشان في الاخر يتكون اليورين بالشكل اللي احنا يعني متعرف عليه. عشان نتخيل المحتوى بتاع اليورين هو عباره عن ايه، بنتكلم طبعا على الكميه اليورين المعتاده 1.4 لترز بير داي. بنتكلم مثلا على البروتينز في البلازما موجوده بنسبه كبيره جدا، المفروض ما تكونش موجوده خالص في اليورين. الجلوكوز نفس الكلام مش المفروض يبقى موجود في اليورين، فمعنى كده الاثنين دول لازم يعاد امتصاصهم بالكامل. بنتكلم على اليوريا اللي هي حاجه ضاره جدا، بتبقى موجوده التركيز بتاعها في الجسم او التركيز بتاعها في البلازما بيبقى حوالي 26، تركيزها في اليورين يعني نفس الفوليوم بيبقى اضعاف الكلام ده، يعني بنتكلم على رقم كبير جدا جدا بالنسبه للبلازما. فمعنى كده بيحصل كونسنتريشن للماده دي في اليورين، نفس الكلام بالنسبه لليوريك اسيد ونفس الكلام ده بالنسبه للكرياتينين. فمعنى كده احنا يعني الاجزاء اللي هي فيها المواد الثلاث مواد الضارين دول لازم يعني يعاد اضافتها لل
الفلتريت علشان يبقى التركيز يوصل بالنسبة العالية جدا دي. بنتكلم على الايونز، بنتكلم على النسبة بتاعت الايونز في مثلا زي الصوديوم تقريبا مش بعيدة بين البلازما بين اليورين. البوتاسيوم هنلاقي ان هو في البلازما قليل، بيبقى في اليورين بيبقى اكتر شوية. الكلورين بيبقى اولموست مش بعيد برضو. البايكربونات بيبقى يعني لحد ما ده بيبقى نص ده بس مش بعيدة برضو. طبعا في اختلافات طبعا في السبيسيفيك جرافيتي وفي اختلافات في البي اتش، بس يعني بنتكلم على الاملاح هي دي اللي تهمنا. فمعنى كده الفانكشن بتاعت الكلى الطبيعيه فانكشن معقده جدا، وبالتالي لما نيجي نتكلم على جهاز الكلى الصناعيه هنلاقي ان هو مهما احنا عملنا تصميم فيه ما نقدرش ان احنا نوصل للحاجه اللي ربنا خلقها اللي هي بتبقى بتعمل كل الفانكشنز المعقده جدا اللي اتكلمنا عليها دي عشان يطلع اليورين بالشكل اللي احنا بنتكلم عليه ده.